موجز الخامسة من قناة ليبيا الحدث في بنغازي، أهلا بكم. قال نائب وزير الخارجية الروسي فيانتي غالاتالوف إنه على كوبلر التوقف فورا عن أي جهود للتواصل إلى اتفاقات منفصلة مع فصيل سياسي معين في ليبيا دون الأطراف الأساسيين. ووجه النائب الروسي في تصريحات هاتفية لشبكة بلومبيرغ الأمريكية نشرتها أمس الاثنين انتقادات للبعثة الأممية في ليبيا ورئيسها مارتن كوبلر لتفضيله أطرافا معينة على حساب أطراف أخرى في ليبيا، مضيفا أن سياسة كوبلر بدعم الحكومة في طرابلس أمام المشير خليفة حفتر يعني استمرار تعثر التسوية السياسية، ورأى أن المشير حفتر شخصية عسكرية وسياسية رائدة وهو يبذل الكثير لمحاربة إرهابيين لتنظيم داعش ومساعدة الحكومة في استعادة السيطرة على الإنتاج النفطي. كشف رئيس أركان القوات المسلحة اللواء عبد الرازق الناظوري عن وجود التنسيق مع بعض الكتائب في العاصمة طرابلس وخارجها لضمان دخول القوات المسلحة إليها بشكل آمن نسبيا. وأضاف الناظوري في تصريحات إعلامية أن القوات المسلحة بالمنطقة الغربية تزداد بشكل كبير من العسكريين النظاميين، حيث سيرى الجميع الأعداد الهائلة من الضباط وضباط الصف حينما يتم الالتحاق والتجمع. علمت قناة ليبيا الحدث عبر مصادر خاصة أن الحكومة القطرية بدأت في تحركات سريعة بإجلاء الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة من العراق وسوريا واليمن إلى ليبيا. وبحسب المصادر فإن الحكومة القطرية ستقوم بهذه الخطوة عن طريق تهريبهم عبر تركيا إلى مطار معتيقة للاستقرار بطرابلس وسرت كمحاولة منها لاختراق المنطقة الشرقية التي تسيطر عليها القوات المسلحة. يذكر أن أعداد العناصر الإرهابية في ليبيا سابقا بلغ 5000 قبل انطلاق عملية الكرامة، حيث لم يتبقى من هذه الفئة الضالة سوى 500 إرهابية. أكد عضو مجلس النواب إبراهيم صغيط أن المجلس الرئاسي المرفوض جسم غير شرعي ولا يمكنه أن يقرر ميزانية عامة كونه مخالف للقوانين والتشريعات بعدم حصوله على ثقة مجلس النواب وتضمين الاتفاق المنبثق عنه بالإعلان الدستوري. وقال صغيط أن الميزانيات المالية في جميع دول العالم تصدر بالقانون، وأن قانون الميزانية عندما يصدر من حكومة شرعية يفترض أن يعتمد من الجهة التشريعية، مؤكدا أن أي إجراء مخالف لهذه التشريعات والقوانين المعمول بها في ليبيا ستكون مخالفة وسيعاقب مرتكبيها وفق القانون. قامت طائرات سلاح الجو الليبية اليوم بتكثيف الطلعات القتالية والاستطلاعية في سماء مدينة بنغازي، حيث قصفت آخر معاقل الجماعات الإرهابية المتحصنة ببعض المساكن بمنطقتي الصابر وسوق الحوت. يشار إلى أن سلاح الجو يكثف طلعاته الجوية في سماء بنغازي مع اقتراب عملية الحسم بالمدينة، مستهدفا بدقة المواقع التي تتحصن بها الجماعات الإرهابية للقضاء عليها نهائيا. طالب المتحدث باسم صنف الهندسة العسكرية علي العوامي المواطنين بعدم التسرع في الدخول إلى منازلهم ومزارعهم وممتلكاتهم في المناطق المحررة إلا بعد تمشيطها من قبل صنف الهندسة، وذلك للحفاظ على سلامتهم. هذا وقامت مفرزة صنف الهندسة العسكرية بغرفة عمليات الكرامة بتمشيط المشفى الأوروبي الليبي أو المشفى الليبي الأوروبي بمنطقة الجوارشة. وأوضح العوامي لقناة ليبيا الحدث أن عملية التمشيط جاءت لتأمين الأماكن والمنازل التي كانت تتواجد بها الجماعات الإرهابية من مخلفات الحرب والألغام، وبدأت بالمربع الأول لواجهة المستشفى الأوروبية، مضيفا أن عناصر الصنف كانت تقوم بعملية التمشيط بالعين المجردة نظرا لعدم توفر بعض الإمكانيات الخاصة بالكشف عن الألغام. طالبت منظمة Human Rights Watch المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الليبية بتقديم المساعدات العاجلة لأكثر من 120 امرأة وطفل معتقلين حاليا في سجون مصراتة بعد أن فروا من معارك سرت. كما طالبت المنظمة في بيان بتقديم المساعدة الضرورية للمدنيين الذين فروا من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سرت. وأضاف البيان الذي نشر باللغة الإنجليزية على الموقع الرئيسي للمنظمة أنه بالإمكان الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية مساعدة السلطات الليبية في العثور على وجهات آمنة للفارين.
استقبل منفذ السلوم البري خلال 24 ساعة الماضية 381 مصريا عائدون من ليبيا، بينهم 80 شخصا دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتأتي عملية رجوع المصريين إلى بلادهم نتيجة الأحداث التي تشهدها بعض المدن الليبية وخاصة العاصمة طرابلس، لا سيما بعد إعلان محافظ كفر الشيخ في مصر في وقت سابق عن خطف 6 مصريين بمدينة طرابلس واختفائهم في ظروف غامضة خلال عملهم في منطقة غوط الشعال. وفي خبرنا الأخير، أصدر أهالي وعيان ووجهاء ومجالس بلديات طبرق وبئر لشهب ومساعد بيانا حذروا فيه المسؤولين في الدولة من إهمال ملف نقص المياه بهذه المناطق. وأوضح البيان أن المسؤولين من مجلس النواب والحكومة المؤقتة لم يتخذوا خطوات جادة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ التعاقد مع الشركات المتخصصة، وذلك بعدم تفعيل قراري مجلس الوزراء بشأن إجراء عمرة عاجلة وإنشاء مخبر رابع لتحسين إنتاجية المحطة، وكذلك القرار بشأن صيانة الغلاية الثالثة لتلافي حدوث كارثة إنسانية وبيئية لسكان مدينة طبرق في حال توقف محطة تحلية المياه. ولمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .tv. نهاية الموجز، إلى اللقاء.